فكرتنا ان احنا نحمي التراث النوبي او اللغه النوبيه بمعنى اصح للناس المتحدثين للغه النوبيه وغير المتحدثين ان هم يعرفوها اكتر. فبدانا في البدايه بفكره كتيب مكتوب فيه باللغه العربي والانجليزي والنوبي اللي هو اللكنه النوبيه او النطق النوبي، وفي اسباني كمان. في 64 النوبة كلها راحت السد العالي. احنا ما لما فقدنا بقى النوبة احنا ما فقدناش مجرد ارض، لا احنا فقدنا هوية مميزة، مكان مميز انساني تاريخي. التهجير فقدت الهوية النوبية، الهوية النوبية موجودة، انا موجود كنوبي لكن ما بعرفش اتكلم نوبي. اصبحت بعيد عن المجتمع النوبي، أصبحت النوبة بالنسبة لي تراث. أنا يمكن المتحدثين كويس قوي نوبي اللي هم الناس اللي لسه موجودين في الكرة النوبية الأصلية زي غرب سهيل، غرب أسوان، هيصة، الأماكن دي. لكن الناس اللي حصل لهم تهجير ما يعني إحنا اللي في سننا والجيل بتاعنا مش بيتكلم نوبي. ليومنا هذا إحنا ما زلنا حاسين إن إحنا قاعدين في مكان مؤقت، مش حاسين ان ده بلدنا لحد دلوقتي.